حبيبي عامل ايه؟ ازيك يا معانا؟ مستر؟ الحمد حبيبي لله، والله يا تمام. مستر، عامل ايه؟ كله الحمد تمام، لله. عامل ايه؟ تمام يا مستر، ان شاء الله تكون تمام سنة الحمد سعيدة لله. علينا جميعا بإذن الله، ان شاء الله بإذن الله تكون سنة سعيدة. كلكم محافظة الجيزة ولا في محافظات تانية؟ يعني حضرتك تقصد الجزائر منين من كفر الشيخ؟ ايه؟ مستحق نعم؟ ايوه حبيبي. طب احنا بس بنستنى دقيقتين كده على ما نكبر عدد من زمايلكم ان شاء الله، وهنبقى سامعيني كويس. كله تمام؟ تمام يا مستر، كله تمام كده؟ صوت حضرتك بعيد يا مستر. طيب كده سامعني؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هنبدأ مع بعض منهج اللغة العربية. هنبدأ مع بعض منهج اللغة العربية إن شاء الله السنة دي، وإن شاء الله المنهج سهل، ما فيهوش مشكلة خالص، يعني محدش يقلق من أي حاجة، كله إن شاء الله هيكون سهل. وهنبدأ مع بعض منهج النحو، وأفكركم بس إن في درسين في تانية في المعجم والميزان، مهم جدا مهم جدا، بيجي في الامتحان تاخدوه، فانا عامل حساب ده تلاقوش، يعني هشرحه ان شاء الله، هنخصص له محاضره كامله باذن الله، هو الميزان الصرفي. تمام؟ تمام كله سامعني كده؟ تمام يا حبيبي. هنبدا المنهج بتاع ثالثه اعدادي بقى، مش هتكلم بقى في ثانيه النهارده خالص، هتكلم في دروس في النحو. كام درس؟ اربعه، يعني كعدد دروس العدد مش كبير، مش هتلاقيه كبير، بس هو كل تابع واحده واحده. تمام كده؟ الدرس الاول في النحو اسمه المنادى او اسلوب النداء، ده اول درس. الدرس الثاني اسمه البدل، وهنعرف يعني ايه البدل وانواعه ايه وازاي بعرفه. الدرس الثالث اسمه اسلوب المدح واسلوب الذم، او اسلوب المدح والذم، ده الثالث. الدرس الرابع اسمه الممنوع من الصرف، هنعرف يعني ايه صرف وايه هو الممنوع من الصرف، او ايه هي الكلمات الممنوعة من الصرف. تمام كده؟ سامعيني كده يا حبايبي؟ ايوه تمام تمام. هنبدأ بقى في الدرس الأول، زي ما أنتم شايفين معايا كده، درس اسمه المنادى أو أسلوب النداء. أسلوب النداء كأسلوب أو أي أسلوب في اللغة العربية عموما بيتكون من أجزاء. يعني أنا أول ما أقول لك أسلوب تقول لي يا مستر إيه هو أجزاء؟ تقول لي اسلوب النداء ده اجزاء ايه؟ الجزء الاول بسميه ادوات يا النداء، مستر، الجزء الاول ادوات النداء. الجزء الثاني اسمه المنادى، اتفقنا الاول ادوات النداء، الجزء الثاني اسمه المنادى، الجزء الثالث اسمه او اسمها جملة جواب النداء، وهنعرف الكلام ده كله. طيب ايوه يا حبيبي سامعك. هنبدا نعرف يعني يذكر الاسم الذي يذكر بعد اداه من ادوات النداء، الاسم الذي يذكر بعد اداه من ادوات النداء بغرض استدعائه او تنبيهه. يعني مثلا لو انتم شايفين المثال ده، يا محمد يا محمد اقبل علينا، كلمه محمد هنا منادى، بسميها منادى اللي بنادى عليه. طبعا زي ما انتم شايفين كده الاداه هي يا، المنادى محمد، جمله جواب النداء هي اقبل علينا، الجمله اللي بعد الفصل دايما بسميها جمله جواب النداء. اسلوب النداء زي ما قلنا ثلاث اجزاء، اداه النداء اللي هي يا او اي او الهمزه او ايا او هيا، نركز بس في النطق، ايا او هيا، ايا وهيا، عشان ما حدش ينطقها هيا، في فرق بين هيا وهي، هيا بمعنى تعالى، انما هيا دي اداه من ادوات النداء. هقولهم تاني بسرعه. رقم اثنين المنادى، قلنا هو الذي يذكر بعد اداه من ادوات النداء مباشره، دي رقم اثنين. رقم ثلاثه على طول، يعني بعد الفصل هتلاقي اول حاجه هتلاقي بعد كده المنادى فصلة، هي بقى اللي بعد الفصلة دي اسمها جملة جواب النداء. يعني مثلا في المثال التوضيحي اللي قدامي ده، لو انا قلت يا طلاب، نادى كلمة طلاب، جملة جواب النداء هي اقبلوا
عليا. دول الأجزاء اللي قدام اللي إحنا قلنا عليهم. طيب تعال نشوف أدوات النداء مع بعض وإيه هي معانيها وأنواعها. أدوات النداء عندي أداة للقريب اللي هي الهمزة وأي. همزة وأي بستخدمهم لما يكون إنسان قريب مني، يعني مثلا لو محمد ده قريب مني قوي بقول له أم محمد، أم محمد أقبل عليا. أداة النداء جملة جواب النداء. كله سامعني كده؟ أيوه سامع كويس؟ تمام كده؟ طيب نوعها قلناها قريب وبعيد. المنادى، ها نجاوب مع بعض. منادى أبناء. أبناء. المنادى كلمة أبناء. جملة جواب النداء جزم. الجملة اللي بعد الفاصلة اللي هي أنقذوا فلسطين. كده الجملة الأولى كده تمام؟ أداة النداء فلسطين. الجملة الثانية أداة النداء رقم اثنين. أي أي لحظة خليكم معايا لحظة. خليكم معايا لحظة معلش. يلا تاني مع بعض. قريب ولا بعيد؟ قريب. قريب تمام. محمد. مية مية. المنادى. محمد تمام. جملة جواب النداء. هل ذاكرت؟ هل ذاكرت الدرس على بعضها؟ اسمها جملة جواب الايه؟ النداء. يبقى عندي يا أداة النداء قريب، المنادى محمد، جملة جواب النداء هل ذاكرت الدرس؟ رقم ثلاثة، أي سلمى لا تتغيبي عن المدرسة؟ الأداة. أي. أي. اسمها إيه؟ أي. أيوه صح اسمها أي. بالظبط، قريب ولا بعيد؟ بعيد. بعيد بس. برافو عليكم شاطرين جدا. المنادى. سلمى. المنادى سلمى، جملة جواب النداء. لا تتغيري عن المدرسة. بارك الله فيك. رقم أربعة، يا طالبا للعلم ابذل الجهد لتنجح. يا طالبا للعلم ابذل الجهد لتنجح. فين أداة النداء؟ قريب ولا بعيد؟ قريب ولا بعيد؟ الاثنين. قريب وبعيد الاثنين مع بعض. قريب وبعيد الاثنين مع بعض. المنادى. طالبا. 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 جملة جواب النداء. ابذل الجهد ابذل الجهد اللي تنجح. تمام برافو عليك. نركز بقى على المثال رقم خمسه ده لانه مش زي الاربعه اللي فاتوا خالص. بيقول اعملوا من اجل مصر يا مصريين. اعملوا من اجل مصر يا مصريين. اداه النداء يا نوعها للقريب البعيد. المنادى مصريين. مصريين. جملة جواب النداء اعملوا من اجل مصر. بالظبط اللي هي اعملوا من اجل مصر. يعني هو غير المرات بدل ما كان بيبدا بالأربعة لا في رقم خمسة غير بدا الاول بجملة جواب النداء بعد كده بالاداة بعد كده بالمنادى. طيب نبص بقى على انواع مستر المنادى. انا لسه لكن ثانية أقسام أسلوب النداء كله على بعضه، قلنا الأداة والمنادى وجملة جواب النداء، دلوقتي أنا هتكلم عن ده يعتبر هو الدرس، ده لب الدرس. أنواع المنادى عندي المعرب معرب ومبني، يعني المعرب ده تمام كده؟ أه تمام تمام. هنرجع نكمل كلامنا، هنرجع نكمل كلامنا مكان ما انتهينا. احنا وقفنا عند المثال يا طالب العلم اصبروا كثيرا. يا طالب العلم اصبروا كثيرا قلنا المسمى بدون النون وبعد على دي كويس جدا. المسمى وجمع المذكر لازم احذف منها النون بعدها كلمه فيها الف ولام. وصلنا لو يا جماعه مؤنث يا طالبات. عايز اعرف طالبات اقول مناد منصوب وعلامة النصب الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. طيب هسألكم سؤال،
الكسر هنا علامة أصلية ولا فرعية؟ أصلية يا مستر. علامة أصلية، تمام جدا. علامة أصلية ولا فرعية؟ لا أعيد تاني، أصلية ولا فرعية؟ أعيد نفس السؤال، أصلية ولا فرعية؟ أصلية يا مستر، كسرة أصلية. لا فرعية، الكسرة فرعية، في النصب الكسرة فرعية. العلامة الوحيدة اللي أصلية الفتحة، أعرف كده. العلامة الوحيدة اللي أصلية هي الفتحة. الياء والكسرة، وبعد كده لسه أقول لكم الألف علامات فرعية. الياء والكسرة والألف كل دي علامات فرعية. طيب يعني أنا لو جمعت طالب خليتها طالبات هيبقى منادى منصوب وعلامة النصب الكسرة زي ما قلنا. كله سامعني كده تمام؟ من مصر. يا مستر تمام. يا مستر. تمام يا جماعة. أنا دلوقتي أتكلم في حاجة اسمها الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة اللي هي أب وأخ وفوز وحمد. طيب أنا لو عندي واحد اسمه أبو بكر، أبو بكر عايز أنا أدخله في أسلوب نداء، هقول يا أبو بكر ولا يا أبا بكر؟ يا أبا بكر. برافو عليكم، تمام جدا. أبا هنا لأن هنا منادى منصوب والنصب هيكون بالألف في الأسماء الخمسة، يبقى أقول يا أبا بكر، ما ينفعش أقول يا أبو، غلط. لو جات لي في الامتحان يا أبو دي هيقول لي صوب الخطأ، هيقول لي صوب الخطأ ازاي؟ هقول له بدل لأن يا أبو دي هتكون منصوبة فتبقى أبا، لأن علامات النصب في الأسماء الخمسة الألف. طب خليها إيه؟ بالظبط. طب لو طب مثلا هي عباد الرحمن دي تبقى إيه؟ لسه هوصل لها، لسه هقول لك عليها. ركز بس معايا في الاسماء الخمسه، خلينا ماشيين واحده واحده. لو قال لي يا زو هخليها ايه؟ يا زاك. بالظبط كده. طب واعربها ايه؟ هقول منادى منصوب وعلامه النصب الالف. ليه؟ لانه اسم الاسماء الخمسه. والجزئيه بتاعت الاسماء الخمسه دي، الجزئيه بتاعت الاسماء الخمسه مش هتكون غير في المنادى المضاف، مش هتشوف غير في المنادى المضاف بس، مش هتيجي لا في الشبيه المضاف ولا النكره غير المقصوده ولا اي نوع تاني. اصل اب هيكون اب مين، واخ هيكون اخ مين، وذا هيكون ذا. بالظبط. فاكرين الشرط بتاع الاسماء الخمسه؟ ان الاسماء الخمسه لازم يجي بعدها مضاف اليه. مضافه. بالظبط، لازم يجي بعدها مضاف اليه. طالما جه بعدها مضاف يبقى لازم المنادى هنا يكون نوعه مضاف. خلاص يا جماعه كده تمام؟ تمام. خدت اربع علامات اعرابيه، الفتحه والكسرة مع المفرد مع اللحظة بس، هستخدم الفتحة مع المفرد وجمع التكسير، هستخدم الياء مع المثنى وجمع المذكر، هستخدم الكسرة مع جمع المؤنث. جمع المذكر الثاني المؤنث، جمع المذكر الياء المؤنث في الكسر. الأسماء الخمسة قلنا إيه آخر حاجة؟ الألف. بالألف. الألف يا مستر. كل العلامات اللي أنا قلت عليها دي على فرعية ما عدا اسم الأسماء الخمسة، ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه، وبرده هسميه منادى مضاف. يعني بصوا كده، اسم اتصل به ضمير زائد جمله جواب النداء، زي يا ربي لو انا قلت مثلا يا ربي اغفر لي، يا صديقي كن معي، منادى منصوب بالفتحه المقدره. طيب ده اول ضمير اللي هو ياء المتكلم. طيب لو خليت ياء المتكلم ده نائي المفعولين، يعني مثلا لو انا قلت بدل يا ابنائي قلت يا ابناءنا، مين يعرب يا ابناء انا دي؟ انا مش بس قول انت. يا حرف نداء وابناء لا محل له الاعراب، وابناء ابناء منادى منصوب علامه نصب الفتحه الظاهره. ظاهره ولا مقدره؟ ظاهره. برافو عليك. والناء وضمير مبني في محل جر مضاف اليه. بالظبط كده. هسميها ناء، ما اقولش ناء الفاعلين، هسميها ناء المفعولين بقى هنا، لان المنادى اساسا مفعول به في الاصل، لان جمله جمله الجواب اصلا جمله فعليه هي جمله النداء. خلاص كده انا اتكلمت في كل حاجه تخص المنادى المضاف، وقلنا ان في علامات ثلاث اربع علامات اعرابيه، الفتحه والكسره والياء والالف في الاسماء الخمسه. في حد هيسال اي سؤال في المنادى المضاف؟ لا مستر. تمام تمام. يبقى هركز بقى على حاجه معينه، ان المنادى المضاف اللي انا اتكلمت عنه ده ما بيكونش فيه تنوين ولا هيكون في نون في المثنى ولا جمع المذكر. المنادى بقى الشبيه بالمضاف اللي هو النوع الثاني، ركز بقى هتعرف الاختلاف بينهم. فاول مثال، لو انا قلت يا طالبا، يا طالبا العلم كن مهذبا، ايه الفرق بين يا طالبا؟ ده من اول، ده من اول والثاني مش من اول. بالظبط. من فوق بدون تنوين،
انما هنا اسم منون، يعني ممكن انا اقول ان هذا هنا عادي. تمام اتفضل. هي يا طالبا، يا طالبا العلم ولا يا طالبا للعلم؟ هي تمشي الاثنين، يعني الاثنين صح. ينفع اقول يا طالب بالظبط، ينفع اقول يا طالبا للعلم، ينفع اجيب بعديها جر ومجرور صح جدا. بس دي كده تعتبر من عندها نكره غير مقصود ده. لا ده شبيه بالمضاف برضه صح، يعني ممكن اقول يا طالبا العلم زي ما مكتوبه قدامك كده، وزي ما انت بتقول برضه صح، ينفع اقول يا طالبا للعلم خلاص. بس بيجي في الغالب ايه، بيجي جر ومجرور في الغالب، يعني بنسبه 80% بتلاقيها هنا جر ومجرور. طيب في الحاله دي لو جات لي يا طالبا العلم زي ما هي قدامي كده، هعرف العلم دي ايه؟ سؤال بقى للناس المتفوقه. نافع نافع نافع. منادى شبيه المضاف. انا عايز اعرف العلم بس. العلم بس. العلم مفعول به. مفعول به يا مستر. مين اللي قال مفعول به؟ عبد الرحمن عين. يا مستر. برافو على اللي قال مفعول به، شاطر جدا. انما العلم فوق، اللي قال العلم فوق خالص في المثال بتاع المنادى المضاف، هعرفه مضاف اليه. انما تحت في الشبيه المضاف هيبقى مفعول به منصوب وعلامه النصب. اذا المنادى الشبيه بالمضاف لازم يكون في تنوين في المفرد، يبقى اسم منون زائد اسم في الف ولام او معرفه يعني عموما، زائد جمله جواب النداء. طيب تعالى بقى نشوف الجمع. لو انا قلت يا محبين اللغه اقراوا كثيرا، يا محبين اللغه اقراوا كثيرا، هعرف يا حرف نداء ليس له محل من الاعراب. محبين منادى منصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم، والنون منصوب، والنون دي بقى ثبتها ليه؟ ليه ثبتها؟ ما حذفتهاش علشان منادى شبيه المضاف بيكون منون. بالظبط، المنادى الشبيه المضاف ما تحذفش منه النون في الجمع ولا المثنى، سيب النون زي ما هي. ايوه لا تحذف. وتعرف الكلمه اللي بعديها مفعول به. طب لو في حرف جر، لو انا قلت يا محبين للغه تبقى اسمه مجرور. اسمه مجرور. بالظبط. يبقى جمع مذكر زائد نون ولا بدون نون؟ زائد نون. زائد نون. زائد نون. بالظبط، زائد اسم زائد جمله جواب النداء. طيب ندخل على المثال اللي بعده. هنا بقى اتكلم عن المثنى، هقول يا طالبين بالنون برضه العلم. يا طالبين العلم اجتهدا. برضه دي المفروض نخليها اجتهدا مش اجتهدوا. يعني احذف الواو دي. بس دي غلطه في الكتابه مش اكتر. يبقى اقول يا طالبين العلم اجتهدا، واخدين بالكم ولا صعبه؟ تمام. لا يا مستر سهله. تمام. المنادى هنا كلمه طالبين، هعربها منادى مضاف، منادى شبيه بالمضاف منصوب بالياء. ليه؟ لانه مثنى. يبقى عندي مثنى زائد النون زائد اسم زائد جمله جواب. واضحه ولا فيها مشكله؟ طيب يا مستر، والعلم علم بقى تعرف ايه؟ العلم هنا تقريبا مفعول به. مفعول به. تمام. طب لو ليه العلم؟ اسمه مجرور. بالظبط، يبقى كده الحالتين صح. ينفع يجي بعد طالبين مفعول به وينفع يجي اسمه مجرور برضه، ما عنديش اي مشكله. تمام. طيب لو انا قلت يا محبا للوطن، شفت جبت جر ومجرور هنا عادي برضه، هعرف محبا دي منادى منصوب بالفتحه، للوطن جر ومجرور، جر ومجرور، وجمله اعماله بجد دي جواب النداء. طيب لو عايز اجمع جمع مؤنث، يعني محب دي عايز اجمعها جمع مؤنث، اقول يا محبات محبات محبات. اللي نون ده شاطر جدا او شاطره، اللي قال المحبات دي واخد باله جدا من اللي انا بقوله. يا محبات ده منادى منصوب بالكسره لانه جمع مؤنث سالم، هنستخدم هنا الكسره، واللام حرف جر والوطن اسمه مجرور، يبقى عندي اسم منون تاني زائد جر ومجرور زائد جمله جواب النداء. طيب ممكن يجي غير الجر والمجرور، ممكن يجي بعدها ظرف عادي، يعني ممكن اقول يا واقفا امام الشجره، بس دي ما بتجيش كتير، بس اعرفوها برضه. طالما في تنوين خلاص اتاكد ان هو منادى شبيه بالمضاف. بعديه جر ومجرور او بعديه ظرف هسميه منادى شبيه بالمضاف، يبقى هنا ظرف وبعديه جمله جواب النداء. نقدر نفرق بسرعه كده بين المنادى المضاف والشبيه المضاف ولا في نقط معينه كده؟ هو مش صعب خالص. المضاف اولا المنادى المضاف ولا في نقط في المثنى وجمع المضاف؟ تمام. المنادى المضاف في تنوين، المضاف يبقى منون يكون منون، ويبقى ساعات يبقى في ظرف وساعات يبقى في مجرور.
جار ومجرور. مجرور. أو مفعول به. أو مفعول به. ولما نثنى أو نجمع في الجمع المذكر بنحط النون. برافو عليك. أنتوا كده فهمتوا كويس جدا. كده خلصنا المنادى النوع الثاني اللي هو الشبيه المضاف. هدخل على النكرة غير المقصودة. نكرة غير مقصودة معناها إن أنا بنادي شخص غير معين. هسهلها لكم. يعني إيه شخص يا مستر غير معين؟ هديكم مثال سهل جدا. لو أنا عندي راجل أعمى كفيف يعني مش بيشوف وعايز يعدي شارع مزدحم، يعني الشارع ده مليان عربيات، هو أعمى مش شايف حاجة، فبيقول يا رجلا يا رجلا خذ بيدي. هل الراجل الأعمى ده يقصد إنسان معين؟ لا لا ما يقصدش، يعني ممكن اللي يعديه أصلا أي واحد. بالظبط، يبقى هو بينادي هنا نكرة غير مقصودة. طيب هعرف النكرة غير المقصودة، لو أنا قلت يا طالبا هتلاقي اسم منون وبعديه فصل على طول، مفيش بقى ولا مضاف اليه ولا جار ومجرور ولا مضاف اليه ولا مفعول ولا اي حاجه ولا ظرف ولا اي شيء. معايا؟ هقول يا طالبا على طول فصل انتبه لدروسك. تبقى كلمه واحده. كلمه واحده بس. ودايما يا مستر بيكون بعديها فصل. بعديها ميم وتنوين. ولو هي مفرده وجمع تكسير منونه، تمام؟ لو جمع يعني مستر دايما مثل دايما بتكون وراها ظرفة بعديها على طول فاصلة وجملة جواب النداء، تمام؟ طب هعرف المثال ده كله. يا حرف نداء ليس له محل من الإعراب، طالبا منادى منصوب الفتحة، وأقول على المنادى ده يا مستر منادى نكرة غير مقصود. تمام. تعال نشوف المثنى. لو أنا قلت يا عالمين اخدما، يا عالمين اخدما البشرية، يا حرف نداء ليس له محل من الإعراب، عالمين منادى منصوب بالياء لأنه مسمى، لأنه إيه؟ مسمى. طب في نور ولا حرف؟ في نور. بحذف النور مش بحذف، بحذفها في المضاف بس. في الشبيه المضاف والنكرة غير المقصودة بيكون منون. بالظبط، سيب النور. بالظبط، وفي نور. تمام؟ في المسمى. يبقى مسمى زائد نون زائد جملة جواب النداء. طيب عايز أجمع، عايز أنادى على المصريين مثلا، أقول يا مصريين أنتم صناع الحضارة، نعرف مع بعض يا مصريين. لا محل لا محل لا محل. مصريين منادى منصوب على المنادى الياء لأن بالظبط. نوع المنادى، نوع المنادى نكرة غير مقصودة. طب لو سألنا على حكمه، حكم المنادى هنا معرب ولا مبني؟ معرب. معرب. بالظبط. المنادى المضاف والشبيه المضاف والنكره غير مقصوده معربين. الثلاثه كده ورا بعض ده اسمه المنادى المعرب. وهو منادى منصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم، وثبت النون برضه ما احذفهاش. طب لو جمع مؤنث سالم هقول يا طالبات منادى منصوب وعلامه النصب الكسره الظاهره لانه جمع مؤنث ايه؟ سالم. تمام؟ دخلنا كم علامة عربية هنا؟ ثلاثة. خدنا الفتحة مع الفتحة مع المفرد وجمع التكسير، تمام؟ النون مع المثنى وجمع المذكر، الياء مع المثنى وجمع المذكر، الكسرة مع جمع المؤنث الايه؟ السالم. كده لو جال أي نوع من أنواع المنادى الثلاثة أعرف أوضحه؟ أه إن شاء الله. يا صعب. لا سهل. طيب. بس مستر هو لابد جواب المنادى لابد اعرفه. الجواب النداء اللي بعد الفصل قصدك على الاعراب يعني؟ اه لا عادي انت كده كده حاجات قديمه عارفها، يعني مثلا انتم دي تقريبا مبتدا، ضمير منفصل في محل رفع مبتدا، صناع خبر، والحضاره مضاف اليه، يعني هتلاقي حاجات انت عارفها اصلا مش صعبه. تمام تمام. كمان هو ما بيطلبش اعرابه، يعني احنا يكفينا المنادى اداه النداء والمنادى. بالظبط بالظبط. نركز على المنادى اكتر يعني. خلاص يا شباب نركز على الايه؟ على المنادى. طيب بصوا معايا بقى لحظه، خليكم معايا اجيب بس سؤالين ناكد على الكلام اللي احنا قلناه. نركز مع بعض. شايفين السؤال ده بيقول لي حدد نوع المنادى وحكمه وعلاماته الاعرابيه. كله سامعني؟ طيب المثال اللي انا هقوله بس اللي احنا هنحله، يعني اللي انا هسيبه يبقى ما خدناهوش لسه، اتفقنا؟ تمام يا مستر. طب المثال الاول، ربنا لا تعاملنا بذنوبنا. اقول انا المنادى هنا كلمه ايه؟ ربنا. ربنا ربنا ربنا. طيب فين اداه النداء؟ فين يا حذفت اداه النداء؟
لا انا بتكلم على فين يعني ينفع احذف اداه النداء؟ ايوه ينفع عادي جدا. اقول يا ربنا وينفع اقول ربنا على طول. المنادى هنا كلمه رب بس، كلمه رب. كلمه ايه؟ رب. والناء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف مضاف اليه. يبقى كده انا جاوبتها على فكره. المنادى هنا نوعه ايه؟ مضاف اليه. غير مقصوده. لا مضاف. انا لسه مش انا عرفت، انا عرفت انها مضاف اليه، يبقى ده منادى مضاف. منادى مضاف يا مستر، لاني بالزبط. يا ربنا رب مين بالظبط؟ يا رب وفي ضمير معاه فيبقى مضاف. برافو عليك. يا ربنا رب مين؟ ربنا ايه؟ معرف ولا مبني؟ معرف. طب علامه الاعراب منادى منصوب علامه النصب ليه؟ ظاهره ولا مقدره؟ ظاهره. فتحه ظاهره. طيب المثال رقم 2 سؤال بس، يا عامله بين المقدرة والظاهرة. يا عاملة. نعم؟ ازاي نفرق بين الفتحة؟ كده مش صح. ازاي نفرق بين الفتحة؟ بص، الفتحة الظاهرة هتكون مع الناس الضمائر. لو أنا قلت يا ربي بالياء اللي هي المتكلم هتكون فتحة مقدرة غير ظاهرة. يبقى الناء فتحة ظاهرة، إنما الياء اللي هي يا ربي فتحة إيه؟ فتحة مقدرة. فهمت ولا عينها؟ لا شكرا. تمام. المثال الثاني، لو انا قلت يا عاملا في المصنع، هسال سؤال بسرعه، فين المنادى؟ عاملا. نوع المنادى، نوع المنادى ده شبيه مضاف. شبيه مضاف. اعرف ان هو شبيه مضاف عشان في جار ومجرور. بالظبط. برافو عليك. برافو. الناس اللي جاوبت صح جدا. برافو عليك. طيب عايز اقول المنادى هنا عاملا نوع شبيه مضاف، حكم معرب، علامة الإعراب فتحة ولا ياء ولا كسرة ولا ألف؟ فتحة ظاهرة ولا مقدرة؟ ظاهرة. 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 واضحة بالظبط. المثال الثالث، يا قائدي السيارة، يا قائدي السيارة تمهلا. المنادى قائدي. قائدي نوعه مضاف. مضاف مش شبيه. منادى مضاف. مفيش نون. بالظبط. نعلم السياره بقى ايه؟ مضاف اليه. مضاف اليه. لا لا مش مفعول، مضاف اليه. ليه؟ لان ده منادى مضاف، مش احنا قلنا منادى مضاف؟ اذا دي مضاف اليه. طيب الناس بقى الشاطره، الناس الشاطره حولوا لي المنادى المضاف ده لشبيه المضاف، هقول يا ايه؟ يا قائد السياره. يا قائدا للسيارة. قائدين للسيارة. أقول يا قائدين بالنون. يا قائدين السيارة. بالظبط. ينفع أقول يا قائدين السيارة وينفع أقول يا قائدين للسيارة. الاثنين. يعني ينفع مفعول به أو جر وإيه؟ ومجرور زي ما اتفقنا. مجرور. خلاص كده تمام؟ تمام يا مستر. طيب المثال رقم 4 ده هنسيبه لسه ما خدناهوش. هو علم مصر. رقم 4 ماشي بس لسه انا عشان ما اتكلمناش عشان ما نلخبطش الناس. تعالى على رقم 5، يا عاشقين تاريخ مصر. المنادى هنا كلمه عاشقين. 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 المنادى هنا كلمه عاشقين، نوعه شبيه المضاف. شبيه المضاف. شبيه المضاف. حكمه معرب ولا مبني؟ معرب. منصوب وعلامه النصب العلامه الاعرابيه ايه؟ الياء. الياء. يبقى مستر هو ده مضاف صح يا مستر؟ ده شبيه المضاف عشان في نون. اه تمام. تمام. رقم 6، يا بلادي العربية. يا بلادي العربية. نوع المنادى هنا كلمة بلادي. مضاف. نوعه بلاد. ده مضاف. مضاف. برافو عليك. طيب مضاف لإيه؟ لكلمة لحرف الياء اللي هو الضمير يعني قصدي، ولا كلمة العربية؟ لا الياء. منادى مضاف. اللي جاوب ده شاطر جدا. منادى مضاف للياء، يعني أعرف الياء دي ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. طب نعرف كلمة العربية إيه؟ مضاف إليه. مضاف اليه يا مستر. العربيه. لا احنا قلنا هي هي المضاف. اه يا بلاد مفعول ب العربيه. نعم صح. في العربيه. نعم ليه يا مستر؟ لان كلمه بلادي هنا منادى مضاف، يعني كلمه بلادي اضافت لكلمه للياء. اذا كلمه بلادي تحولت من نكره لمعرفه. ليه؟ لان في اضافه. الاضافه بتعرف الكلمه، فهتعرف الكلمه اللي بعدها نعت. ليه؟ يبقى معرفه زائد معرفه، معرفه زائد معرفه نعت. فهمت ولا عيد؟ ها عيد. فهمنا يا مستر. طيب
إذا رقم ستة ده منادى مضاف لياء المتكلم، هقول الياء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه والعربية نعم. يبقى المنادى كلمة بلادي، نوعه منادى مضاف، حكمه معرب، جملة جواب إن هي طبعا متى تنتهي. طيب نسيب رقم سبعة ما خدناهاش لسه، تعالى على الجدول اللي بعديه. رقم اتنين، يا أهل مصر فين المنادى؟ أهل مصر. أهل مصر. نوع المنادى؟ منادى مضاف. منادى مضاف، لأن كلمة أهل دي نكرة وبعدها مصر معرفة. ليه كلمة مصر معرفة؟ علم، عشان هي اسم علم، عشان اسم بلد. طيب يبقى ده منادى مضاف، حكم معرب، الجملة هنا منصوب بالفتح. طب اطلعوا الرقم واحد معلش، لو أنا قلت يا معلمي جزاك الله خيرا عني، المنادى مضاف. معلمي. معلمي. نوع مضاف. منادى مضاف لإيه؟ ايه المضاف اليه هنا؟ المضاف اليه الياء. الياء. طيب هسال سؤال، فتحه ظاهره ولا مقدره؟ ظاهر. مقدره. فتحه مقدره. فتحه ظاهره ولا مقدره؟ مقدره. فتحه مقدره للياء المتكلم. اه قلنا مع الياء المتكلم هقول فتحه مقدره، فاهمين؟ اه طيب برافو عليكم. المستر رقم ثلاثه، لو انا قلت يا طالبا للعلم، المنادى كلمة طالبا. طالبا. طالبا ده شبيه بالمضاف. شبيه بالمضاف. شبيه بالمضاف. حكم معرب ولا مبني؟ معرب. معرب. علامة الإعراب. علامة الإعراب. منصوب بالفتحة. برافو عليك. الفتحة. طيب شايفين المثال رقم أربعة؟ آه. يا أي بنيتي. ده زي رقم كام هنا؟ زي رقم واحد. أربعة زي. برافو شاطرين جدا. رقم أربعة زي رقم واحد، دي يعني المتكلم، وأربعة برضو يعني المتكلم، أو المنادى منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدرة، ويا المتكلم ضمير متصل مبني في محل جر إيه؟ مضاف إليه. طيب سيب رقم خمسة ما خدناهاش لسه، هات ستة. يا وطنا للضعفاء، المنادى كده وطنا. 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 شبيه بالمضاف. شبيه بالمضاف. معرب ولا مبني؟ معرب. علامة الإعراب الفتحة الظاهرة على كده. علامة الإعراب منصوب وعلامة النصب الفتحة لإيه؟ ظاهرة. طيب رقم سبعة، يا مواطنا في مصر، مواطنا. مواطنا. هو معرب وعلامة الإعراب الفتحة. الفتحة ظاهرة ولا مقدرة؟ ظاهرة. طب إيه الحالة الوحيدة اللي بقول الفتحة مقدرة؟ لو فيها ياء. على ايه؟ انتوا كده شاطرين جدا. طيب تعالوا على السؤال اللي انا هجيبه لكم. مستر هو ايه الرابط ده معلش اللي مستر بعته؟ رابط اللينك بتاع اللي. تمام. ركزوا معايا لحظه كده، انا عايز السؤال اللي هو رقم تسعة، شايفينه؟ اه يا مستر. بيقول لي حول المنادى المضاف الى شبيه المضاف والشبيه الى مضاف. يعني انا لو انا لقيت المنادى مضاف هحوله لشبيه، خلاص كده؟ أول واحد. والعكس. طب لحظة كده عشان مش ده السؤال أنا عايزه، اللي هو السؤال رقم 12، لو أنا قلت يا متأملا التاريخ، المنادى هنا نوعه إيه؟ شبيه بالمضاف. شاطرين. شبيه بالمضاف. شبيه بالمضاف عشان في تنوين، المنادى هنا شبيه بالإيه؟ بالمضاف. طيب أنا عايز أحول المنادى الشبيه بالمضاف ده أخليه مضاف. يا متأمل التاريخ. يا متأمل التاريخ. يا متأمل التاريخ. هعمل حاجة واحدة بس. أشيل التنوين. التنوين. بس. يعني أقول يا متأمل التاريخ وأكمل عليه. كده حولته من شبيه المضاف إلى مضاف. طيب رقم اثنين. مستر ينفع أقول. مضاف. أنا عايز اللي قال. شعبا لمصر. مستر دي أصلا مضاف. يا شعبا مصر. إيه ده؟ برافو عليك. يا شعبا لمصر. بالظبط. يعني ده مرادة مضاف. أه يا مشعبا. انتوا حولتوه لشبيه الايه؟ بالمضاف. تمام جدا. طيب رقم ثلاثة، يا راغبي المال، ده منادى نوعه ايه؟ ده شبيه بالمضاف. شبيه بالمضاف. وخليه مضاف، هنحط الياء والنون لو خلينا مضاف. مضاف مضاف مضاف. ده منادى مضاف. ده منادى ايه؟ مضاف. بتبقى مش تنوين. احط النون بالظبط. يا راغبين المال. بالنون. ينفع اقول يا راغبين المال وينفع اقول يا راغبين في المال. صح الاثنين صح. يا المهم احط هنا نون. لو حطيت هنا نون خلاص في كلمه راغبين. تمام كده؟
طيب ما رقم 4 يا معطيا للفقراء ده منادى نوع منادى شبيب المضاف شبيب المضاف ده شبيب المضاف عايز احوله لمضاف يا معطي يا معطي الفقراء يا معطي الفقراء يا معطي الفقراء بالظبط هحذف التنوين دي رقم 1 وبعد كده هحذف حرف الجر بالظبط اقول يا معطي الفقراء تمام كده طيب رقم 5 يا طالبات في المدرسة ده نوعه شبيب المضاف شبيب المضاف يا طالبات المدرسة يا طالبات المدرسة المدرسة شاطرين جدا هشيل فيه دي خلاص اقول يا طالبات المدرسة طيب اقول يا معطيا للفقراء احنا قلنا ده احنا وصلنا يا معلمي رقم 6 تمام كده انا عايز عبد انا عايز سلمى تجاوب سلمى سلمى انا يا معلمي ده منادى ايه مضاف منادى مضاف ليه المتكلم حوله لي بقى لشبيب المضاف يا معلمه استفدت أيوة. استفدت منك الكثير يا معلمه بس أيوة. ولا هتحط جر ومجرور يعني هنا محتاج جر ومجرور ولا مش محتاج لا مش محتاج ما عايز شبيب المضاف هقول يا معلما تمام مثلا في المدرسه لان المنادى الشبيب المضاف لا معلما وبعد كده تجيب جر ومجرور ماشي يا سلمى كده تمام ماشي بس هو الغد يبقى الشرطين متوفرين بالظبط لازم المنادى الشبيب المضاف يكون بعده كلمه تتمم معناه يا اما جر ومجرور يا اما مفعول به خلاص يبقى اقول يا معلما مثلا في المدرسه كده شبيب المضاف تمام طيب عبد الرحمن ايمن يا نائما في الغرفه طيب يا نائما ده منادى ايه منادى شبيب المضاف بالظبط كده ليه عشان منون وبعديه جر ومجرور حول بقى لمنادى مضاف يا نائما الغرفه بالظبط هتشيل فيه وتشيل التنوين كده تحول لمنادى طب بس هي ايه معناها طيب. يعني لما اقول للواحد يا نائم الغرفه هو يفهمني ازاي يعني عايز اقول لك ان هو اللي نايم في الغرفه هو المثال يعني معناه مش واضح قوي بس هو يعني يتفهم عادي مريم ماشي. اي طلاب العلم مريم اي طلاب العلم ده منادى نوعه ايه مضاف ده منادى مضاف حوليه لشبيب المضاف اي طلابا العلم اي طلابا العلم ينفع وينفع اقول اي طلابا للعلم برافو يا مريم تمام كده كويسين جدا كده انا عرفت يعني ايه منادى مضاف ويعني ايه شبيه بالمضاف وازاي بحول من مضاف لشبيه بالمضاف وطبعا خدنا النكره غير المقصوده طيب عايز حد يصوب لي الخطا انا يا مستر عبد الرحمن ايمن عبد الرحمن انت جاوبت عبد الرحمن عايز دعاء ما جبتش يا مستر دعاء سمعانا دعاء انا مستر انا لسه ما جبتش ولا مره دعاء مستر يا مستر هتبقى انا عايز رقم دعاء صوبين الخطا في رقم 5 يا صاعد جبلا الذئاب تعوي الجمله دي فيها خطا في رقم 5 يا صاعد المفروض ما ينفعش جبل بالظبط لازم اقول هنا يا صاعدا جبلا عشان يبقى منادى شبيب المضاف مستر انا عندي سؤال اتفضل احنا نقدر نصوبها هنا من ناحيتين نقدر نقول يا صاعدا جبلا او نقدر نقول يا صاعد الجبل صح برافو عليك انت اسمك ايه عبد الرحمن ايمن انت ممتاز عبد الرحمن ينفع صح زي ما انت قلت مفيش مشكله طيب السؤال رقم 6 ده السؤال رقم 6 في غلط انا عايز احمد محمد سيد رقم 6 يا احمد في غلطه عايزك تصححها 6 احمد محمد سيد سامعني ايوه سامع قول يا حبيبي قول رقم 6 هو في غلط ان احنا المفروض نقول يا قارئا للقصه لا مش دي الغلطه ركز ثاني كده بص يا احمد اعتبر دي منادى شبيه اعتبر ده منادى مضاف مش شبيه هو مضاف ازاي مستر مضاف هقول لك ازاي مش انا هنا بتكلم مع مثنى هقول لك قوما انا كم واحد يا قارئة ولا يا قارئا يا قارئ بقول لك يا قارئة القصة قوما اثنين تمام يعني هنا هقول يا احمد محمد سيد احمد أيوة. محمد سيد انا عايزه بعد اذنكم بس قول يا احمد هتصوبها ازاي دي
هتقول يا قا ها يا قارئان يا قارئي، يعني الالف دي تخليها ياء وتحط الهمزه بدل ما هي على السطر تخليها على نبره. هتقول يا قارئي القصه، تقول ايه؟ والنون يا مستر هتقول، ما هو منادى مضاف هتحذف النون، تقول يا قارئي من غير نون القصه. انا اشتغلت على التصويب من الناحيه الثانيه، انا اقول يا قارئيني يا قارئيني انت عايزها منادى شبيه؟ صح، ما عنديش مشكله. انما انا بتكلم ان هي منادى مضاف، هتقول يا قارئي القصه. تمام يا مستر. كده فاهمين يا احمد؟ فاهمين؟ لا بصراحه درس تحفه. انت ايوه يا مستر، برافو عليك يا احمد. تمام. طيب انا عايز حد بقى جديد، مش عايز الناس هي هي. انا يا ابو عايز. يا ابو انا عايز اسلام. اسلام ايوه حبيبي يا اسلام، قول يا اسلام. هتبقى يا ابو أبا. ولا يا ايه؟ هقول يا ايه؟ يا ابا. ابا يا اسلام، عشان دي من الاسماء الخمسه، والاسماء الخمسه بتتعرب بالايه؟ بالالف. ايوه بالالف. تمام شاطر، برافو عليك. يبقى اقول يا ابا، ما ينفعش اقول يا ابو، غلط. يا ابو دي غلط، هقول يا ابا بكر. اعرفها بقى يا اسلام، اعرفها. هتبقى منادى منصوب بالالف بس. بالظبط، منادى منصوب بالالف لانه اسم الاسماء الخمسه. هسالك اخر سؤال يا اسلام، معلش بقى خنت عليك. اتفضل اتفضل. الالف علامه اصليه ولا فرعيه؟ الالف علامه اصليه ولا فرعيه؟ لا فرعيه يا مستر، فرعيه. احنا قلنا الاصليه بالفتح. بالظبط، انما الباقي كله فرعي. طيب رقم 9، يا مكرمون يا مكرمون ضيوفكم. عايز برضو حد جديد. يا مكرمون ضيوفكم، الجمله دي فيها غلطه كبيره جدا. عايز حد تاني يقول غير اسلام وغير مريم وغير عبد الرحمن، حد جديد. انا كنت لسه بفتح المايك يا مستر. معاذ يا مستر. معاذ، قول يا معاذ، قول يا حبيبي، قول يا معاذ. يا مكرمون، يا مكرمون، يا مكرمون، نحذف مكرمون بالواو بس كده؟ يعني هي مشكلة في النون بس؟ لحظة ركز يا معاذ. يا مكرمي ضيوفكم. برافو عليك. ينفع أقول يا مكرمي ضيوفكم، مكرمي من غير النون بالياء، تمام كده؟ وينفع اقول يا مكرمين ضيوفكم بالنون عادي. لو انا قلتها مكرمين بالنون تبقى شبيه مضاف، لو انا خليتها يا مكرمي ضيوفكم بلا منادى مضاف. عيب ولا كده؟ تمام، ده كده تمام. تمام. طيب السؤال 14 ده بيقول لي حدد المنادى ونوعه وحكمه. رقم 1، يا مؤمنا، عايز حد جديد برضه. يا مؤمنا عايز المنادى فين ونوعه ايه؟ انا ها، مين اللي يجاوب؟ انا ها، تاني انا دعاء. طيب قول عبد الرحمن. مؤمنا حضرتك يا مستر. قول عبد الرحمن. سؤال كام معلش؟ 1 اللي هو ده. تمام. حدد المنادى ونوعه وحكم. يا أداة النداء، مؤمنا المنادى، وديت نكرة غير مقصودة، وجواب النداء أو جواب النداء اللي هو لا تتوكل على غير، وإعرابها يا أداة نداء لا محل لها من الإعراب. مؤمنا منادى منصوب، منادى معرب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنه مفرد. برافو عليك، مية مية، شاطر جدا عبد الرحمن. المثال رقم 2 عايز اعرفه، يا عبد الله اختر الصاحب الوفي. انا كنت اي حاجه زيها في بدايه الحصه يا مستر. نعم انا كنت اي حاجه زيها، انا اللي قلت يا عبد الرحمن حاجه زيها. انت عبد الرحمن؟ لا انا اللي قلت في حكايه عبد الرحمن، يعني ايه عربه لما انت شرحت لي في البدايه خالص. تمام فهمتها يعني؟ تمام. طيب الحمد لله. أنا عايز حد بقى يقول لي رقم 2، يا عبد الله. أنا ده يا مستر. طيب مريم، قولي يا مريم. هتكون منادى مضاف. بالظبط، ماشي. منصوب على الفتحة والحكم معرب.
تمام، برافو عليك والله يا مستر، شكرا لحضرتك، انا فهمت الدرس وبقى درس بجد جميل جدا يعني. حبيبي مين، عبد الرحمن اللي بيتكلم؟ اه والله يا دكتور فعلا كان. طب حد مش فاهم؟ حد مش فاهم؟ لا طبعا يا مستر، ازاي؟ ربنا يخليكم، ربنا يخليكم، جزاكم الله خير. طيب احنا كده قربنا من النهايه. لو حد عنده اي سؤال يقوله لي قبل ما اخرج، قبل ما نخرج، عشان مش عايز اكتر عليكم النهارده، احنا اول مره بس بنتعرف على بعض، وان شاء الله تكون سنه سعيده علينا كلنا. لو حد مش فاهم حاجه في المنادى المضاف او الشبيه المضاف او النكره غير المقصوده يقول لي. لا يا مستر احنا فاهمين، شكرا لحضرتك، جزاكم الله كله خير. تمام ان شاء تمام. الله يا شباب، سهل ايه وجميل قوي، بس ده كان عامل لي عقد الصراحه. لا ان شاء الله خير باذن الله. صح حضرتك، جميل قوي يا مستر، ان شاء الله ربنا يخليكم يا رب، ربنا يبارك فيكم ويفرح اهلكم بكم ان شاء الله. طيب انا دلوقتي هنخرج، وان شاء الله كل ثلاث الساعه 9 نتقابل باذن الله. تمام يا مستر، يعني ده معاد ثابت؟ ماشي ان شاء الله الثلاث الساعه 9. جزاكم الله خير. طب تسعب معاكم تسعب توقيت حبايب، حبايب معاكم مستر محمود كرم، اي حاجه تحتاجوها، لو عايزين اي حاجه انا تحت امرك. حضرتك يا مستر تسعب توقيت ايه؟ الساعه الثلاث الساعه 9 ان شاء الله. إيه لا التوقيت مصر ولا السعوديه؟ 9 بتوقيت مصر. 9 9 بتوقيت مصر ان شاء الله. 10 بتوقيت السعوديه والكويت. هيبقى بتوقيت القاهرة يا شباب، آسف يا مستر محمود، هيبقى بتوقيت القاهرة يا شباب. طبعًا إحنا زي ما اتفقنا إن الأسبوع دوت الحصص مجانية من أول الأسبوع اللي جاي، للي عايز يتواصل رقم الأكاديمية موجود على صفحة الفيس وموجود على جروب الواتس. نتمنى إن أنتوا تكونوا استفدتوا النهاردة، وإن شاء الله إن شاء الله الحصة دي أو المراجعة ديت هتنزل بكرة إن شاء الله على صفحة الفيس. اتفضل يا مستر محمود. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.